أما الآن فمع فقرة شعرية يلقيها على مسامعنا الأستاذ حيدر العرادي، فاستقبلوه محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. عرفنا الحب من آل الرسول، عرفنا الحب في آل الرسول، هم أبناء حيدر والبتول، فقد عشنا بهم في الحب ردحا نعاهدهم بجيل بعد جيل. إذا قد حدث الراوي قلنا ألا يا ليلة العشاق طولي، أعد ذكر الصلاة فإن فيها تمام الأنس بالذكر الجميل. تجمعنا على حب النبي وفاطمة وحيدر الوصي، محبتنا لهم عقد وثيق، وذكرهم لنا ذكر العلي، فهم نور الإله إذا تجلى على الأكوان بالسر خفي. صلاة الله نبدأها عليهم ونختم بالصلاة على النبي. ما زالت صلواتكم خافتة، وفي ناس ما يصلوا على النبي بعد. سكرنا في محبتهم مرارا، فما أحلاه من سكر حلال. سكرنا في محبتهم مرارا، فما أحلاه من سكر حلال. إذا يشدو لنا المداح فيهم طربنا في الجمال وبالجمال، فهم ذكر الإله أتوا إلينا ملائكة بهيئات الرجال. فإن ذكروا عليك بأي حال فصل على النبي وخير آل. أدر ذكر الحبيب على الحبيب، أدر ذكر الحبيب على الحبيب، لعل الكأس يكتب من نصيبي. فإن دار الحديث لآل طه تفتح بالهدى باب الغيوب، وإن عدت مناقبهم كسيل يطهرنا بمسح للذنوب. وإن صليت واحدة أعدها ثلاثا فهي طهر للقلوب. السلام على من اختار اسمها الرب الجليل، ومن تربت بحجر التنزيل، ومن كان يرعاها جبرائيل. السلام عليك يا زينب ابنة علي أمير المؤمنين، ماء عين الحياة طه سقاها، ماء عين الحياة طه سقاها، فتجلى الخلود في معناها، وتغذت من فاطم وعلي فتسامى على الفناء بقاها. فجميع الجلال قد كانت الأم، وجميع الكمال كان أباها. مهبط الوحي
سكنها فنزول وصعود مبارك يغشاها، وتعالت ربيبة الوحي طهرا يملأ الأرض من صفاء هداها، من تكن في منازل الطيب تسمو طيبة والعلا يكون علاها، عبرت في الزمان كالشمس مدا كلما أشرقت يطيب رؤاها، واستقامت مهابة وجلالا وكمالا فحق أن تتباها، تعصر الهم والحنين اشتياقا لإله الأكوان كان سراها، كلما أبحرت تموت الأعاصير ويبقى الشراع يطوي مداها، راية الصبر باليسار تلبي لعلي والنصر في يمناها، واستقرت على عروش البرايا أرضها الأرض والسماء سماها، تأمر الناس بالكرامة عزا وعن الذل والهوى تنهاها، لم تهن لحظة فكل إباء قد نما عزمه بإثر خطاها، لم تزل ترعب الطغاة ويدوي بقلوب العدا رنين صداها، وتربي النفوس بالحب والطهر، وتربي النفوس بالحب والطهر لتنمو على الولاء هداها، زينب قبلة لكل الغيارة، يا إلهي فاحمي إلينا حماها، إنها قربت إليك الغوالي فتقبل يا ربنا قرباها، زينب قبلة لكل الغيارة، يا إلهي فاحمي إلينا حماها، إنها قربت إليك الغوالي فتقبل يا ربنا قرباها. متباركين بعد براس السنة اليوم، غدا سنة جديدة، يا بداية عام بزينب سعيد، يا بداية عام بزينب سعيد، اكتب الأفراح يا ساعي البريد، يا بداية عام بزينب سعيد، اكتب الأفراح يا ساعي البريد، رتب أوراقك واحسب من جديد، يا عساه نعيش من عيد لعيد، هذا عام 2020 اطمئن، صاير موالي وطرد عنا الحزن، هذا عام 2020 اطمئن، صاير موالي وطرد عنا الحزن، أول بميلاد هالحور اقترن، وهن حيدر علي وهن أم الحسن، هذا زينب بت علي وبت فاطمة، ومو عجب تخدمها أملاك السماء، عجب؟ هذه زينب بنت علي وبنت فاطمة، ومو عجب تخدمها أملاك السماء، آية كبرى وما إليها خاتمة، خالدة طول السنين القادمة، هذا يوم الأول براس السنة، والعوالم بالأفراح مزينة، يا عساه يكون للشيعة هنا، يا عساه يكون للشيعة هنا، وتنفرج كل الهموم بهالسنة، يا إلهي بجاه زينب بنت علي المصايب والمظالم تنجلي، ويرجع الغايب بنور الله الجلي، وراية الكرار بالحق تعتلي، ومنيتنا السنة يا رب القدر، وتدري انت بحالنا وعندك خبر، عجل ظهور الإمام المنتظر، ونبتشر ونكحل بشوف النظر، أمنيتنا السنة يا رب القدر، وتدري أنت بحالنا وعندك خبر، عجل ظهور الإمام المنتظر،
ونبتشر ونكحل بشوف النظر. يا من هاي بوديتين في حب أمير المؤمنين بس وياي عاد. يا من بحبك يا علي هالقلب، يا من يا در يا ذهب يا قود، يا من كل من يحتمي بحماك، كل من يحتمي بحماك، يا من سفينة نوح يا حامل حميه، عزفت الحاني بحب علي بحرين، عزفت الحاني بحب علي بحرين، وعبرت بعشق ما هو بحر، وعبرت بعشق ما هو بحر. يا رب فرج إلى الشيعة في يا رب فرج إلى الشيعة في البحرين بحق المصطفى وحيدر وصية. علي اسم أربع أئمة بيهم الهم ينجلي، الله سماهم باسم اشتق علي من العلي، واحنا من نوقع بشدة كلنا نصرخ يا نعم، واحنا من نوقع بشدة كلنا نصرخ يا اللهم صل على محمد وآل محمد، وفرج همومنا يا الله بحق السيدة زينب سلام الله عليها، وعد علينا هذه الأيام في حال أفضل من هذا الحال ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نشكر الأستاذ حيدر العرادي على ما أتحفنا به من كلمات خطتها يداه، ونسأل الله أن يجعله من خدام العترة الأطهار.